في نجمة جالاكسي في الدراجون بيت والسكاتر توي تكون ناف ان هي تستن بس مجرد جيو، ولكن ليش كان عنده في رعد فلاش فورورد من عند ريتد. اوكي ويتو اجريسيف وسان كذلك يقدر يتحصل بالكيو على حياه كلاونز. هيرويك انترنس موجود دلوقتي من عند جيو، يقدر يواجه الدبل مان نوك اوف على جون دات جاليو. كذلك عندهم الدايف ولكن في كولم فورش جارد، يا تدرب الكوف ذا فورش جارد من عند ميرف، ولكن نوت انف انه يقدر يابلاي بها اي فاليو ريتد. خش ذا نول انجلش البريزن ممكن يكون موجود من الوقت هنا انه ابلاي سي سي، ولكن كم من نوك اب ودمج عليه وانليش باور من كيف دي تاني حياه ريتد، ولكن هير كمز النوك اب من عند جيو، هير كمز ترين والدمج طلع من عند سان، وكذلك فلاشين ممتاز من عند جيو، ولكن الديفاور موجود من عند كلاونز تنقص حياه كيف دي. مضطر انه يضرب الستوب واتش عشان يقدر انه يسرفايف ويشتري الوقت في الفايت وسان كل ممتاز موجود منه على التام كنش والتشيس مثلا مكمله يسرفايف بس قبل مورتال شيل بو، ولكن ماجد سيز نو بالاكس التيميت يطلق حياته وخشب من جوه البيس، ولكن لا الدمج يا ماجد ويتو ديب يخسر حياته ترابليز من عند سان على هذه الزون يا زلمه مقدمه من كاف دي. نذكر انه الزون يا حاضره بالنسبه لجيو فقط، ما فيش اي ستوب واتش اخرى موجوده بالنسبه للاعبي رعد، ولكن في ستوب واتش مهمه موجوده مع راست وسان وان شوت راست رابيد فاير كانن كريت شانس اوتو اتاك باي باي راست، وخلاص رعد قادر ينهي المباراه. مالا دمج موجود من عند سان از يو سي، وهيروك انترنس موجوده كذلك من عند جيو يقدر انه بيعمل بها النوك اب، وجلاش البريزن يضرب من عند ايرلي جيم خرافي، قدروا ياخدوا الليدز على كلنا، دريك ورا دريك فول كنترول، نيجما جالاكسي قدروا نوعا ما يعملوا كامباك، بلشوا يفوزوا فايتات في الميد على مستوى البارون، اخذوا دريك اول، لكن الثرو اللي انت ذكرته يا سموث ما كان في اي داعي يحاولوا يعملوا فايت على هذا الدريك. حسب رايي لو عملوا ريكول في هذاك المكان اوكي خذوا الدريك الثالث، احنا عندنا الادفانتج، عندنا كثير جولد نروح نشتري، نركز على البارون على الفيجن، كان ممكن نشوف مباراه مختلفه، لكن الطمع كان موجود. نجمة جالكسي بيرموا الليد اللي أخذوه بعد الكامباك.